أعضاء الفساد. ما هو وبعدين نقول ده بيعملوها لنا. ما أنا مش عاوز أتكلم وأقول إن أنا زج باسمي في البداية. ما هو الناس كلها، وأنا معنى إن أنا يتراقب تليفوني ده 9 شهور كاملة، شهر ورا شهر ورا شهر، وأنا جاسوس. يعني ما فيش حاجة في التسع شهور ده. كشف ده سكشفت صفقة فساد يا ده أستاذ بالصدفة محمد. بالصدفة ولا مش ازاي يعني بالصدفة يعني؟ طب 9 شهور، أما أنت حضرتك لما 9 شهور واطلع قضية فساد كفاية قوي. أما أنت حضرتك بتقول لي إن في فساد في وزارة الثقافة وإن أنا راجل المخلصاتي. طب ما ظهرش حاجة غير الوساطة في رشوة دي مع 9 شهور. ما بقى ما المخلصات ممكن تعمل عملية في السنة. ما المخلصات مجايز بتعمل عملية في السنة. ما المخلصات ده راجل لحلوب بقى ويلا دب دب دب. مخلصاتي بقى، ما هو مخلصات زي ما حضرتك بتقول. مخلصات ده بيروح هنا، ده بيجي هنا، ده بيها وبتاع قاعد بينهب بقى. ما مخلصات زي ما والفاسد ده بقى، ما هو على طول بقى. طيب طيب يعني انت بقى. انت في السؤال اللي انا بقوله لك، انت بتقول ان انت ضحيه طموحك السياسي، وبتقول انه عضو مجلس شعب زي ما قلت لي قبل التسجيل، اوعز احد المسؤولين الكبار. وعلى فكره العامه كلها تعرف ان في كان عضو مجلس الشعب، والاستاذ جلال سيد كتبها في يومياته في الاخبار وقال ان صلاح توفيق عضو مجلس الشعب هو من ابلغ على محمد فوتي. طيب بلغ عنك يعني شاف شاف قضيه فساد ماشيه. ده ما شافش، ده كان بيعمل ايه؟ ده 9 شهور بينمنوه في الدوره، الحقوني الحقوني. ولدرجه ان في مسؤول كبير جدا قال لي انت ايه الحكايه، انت هترشح نفسك انت ايه وبتاع والكلام ده. قلت له يا فندم، هو عيب اللي انا ارشح نفسي؟ انا عندك كل ده فين؟ ما انا عندي ايه سلطه ايه؟ مين كام واحد عنده علاقه وثيقه مع محافظ ومع مسؤولين كبار وسكرتير صحف الوزير؟ وانا بتكلم في حته، كل ده مش سلطه. وانا بتكلم في حته وقتها عندك 23 سنه. وانا بتكلم في حق حقي انا، وانا النهارده اوطد علاقتي باي ايا كان. هو أنا يعني ربنا عاوز ده انا يبقى ليا قبول عند اي حد. يعني عايز اقول ان السلطه كانت لديك. السلطه اصلا بتاخد اشكال مختلفه. السلطه موجوده، السلطه موجوده، بس الفساد مش موجود، لان الفساد ده لمقوماته. طيب وليه ادواته؟ ايه هو ادوات محمد فوده حتى يصبح فاسدا؟ لما دخلت السجن وقابلك المستشار ماهر جندي جوه السجن، انت دخلته السجن وهو دخلك السجن، لانه هذه القضيه يعني قضيه مشتركه، كانت هي القنبله. وهو يعني احنا الاثنين كنا احنا عارفين ان احنا هيجي بينا المطاف ان احنا نبقى في السجن ونبقى في قفص واحد. يعني اللي بيعمل فساد يا استاذ محمد بيتخيل نفسه، واولا هو حصل، خليني اسالك بس، اللي بيعمل فساد بيتخيل نفسه انه مفيش حد هيشوفه ومفيش حد هيمسكه؟ هو طبعا ده الكلام ده، يعني طبعا اللي بيعمل حاجه ما بيقولش ان هو بيعمل كاس، بس ربنا سبحانه وتعالى بيكشف الحاجات دي. وكويس ان الواحد اتعاقب في الدنيا واحسن ما اتعاقب في يعني الأخر. انت ما تخيلتش وانت بتقوم بمهمه انا خدت عقاب الوساطه؟ ما خلق لا وقتها ما تخيلتش انه انت تخيلت ان انت فوق القانون بقى من نتيجه يعني علاقاتك يعني مش لا انكر لا انكر ان انا يعني انا دخلت في موضوع بكل بقى رمته كده باخطاء، وانا بعترف بيها وانا مسؤول عنها، وبقول والله انا اخطات في الجزئيه دي اللي هي بعيدا عن وظيفتي واخلال بوظيفتي والوزاره، كل الكلام ده كان بعيد خالص. انا اخطات سلوك شخص مني عملته. السلوك الشخص ده مفروض كان يبقى يحترم، لان انا عملت مجتمع. انا عارف ان عاوز حضرتك تقول ايه، ان انا برضو مفروض ان انا شخصيه في مجتمع، المفروض ان انا احترم المكان اللي انا فيه. انا ما احترمتش المكان ده، وانا تسببت في اشكالات للوزير الثقافه دون ذنب له. قد تسببت في إساءة لشخص فاروق حسني في اختياره ليا، وإن هم عملوا من القضية دي إن تصيدوا لي إن عندك نقطة سودة في حياة اختيارك لمحمد فوده. لكن أنا كنت طالع في البرنامج ده عشان أوضح إن هو اختياره كان مش 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 لفاسد. هو دائما، وانا كنت بتكلم معاه امبارح، هو بيقول انه محمد فوده شاطر يعني بيشتغل، وما خدش ماليه من وزاره الثقافه، وما عملش فساد في وزاره الثقافه ولا في جدران وزاره. لكن انا بقول انت استفدت منها، ما هو اهم استفدت منها؟ بص المكانه. بص المكانه، اي حد موجود عنده مكانه
لكن الشطارة دي والقبول بتاع ربنا ده بتاع ربنا. هي دخلتك السجن خلاص. طيب وانا لما وبقول الحمد لله لما قابل، وان السجن ده كانت فرصة كبيرة جدا لي ان انا اتعلم واحفظ القرآن واقرب من ربنا سبحانه وتعالى، واستشعر ان انا في اي حاجة بعد كده ما اعملهاش الا ما اعملها منضبطة، وانا مش بعفي نفسي مرة 50 ومرة مليون ان انا اخطأت، لان ما فيش حد معصوم من الخطأ. انا يكفيني شرفا ان انا ما اخلتش بوظيفتي، ما اختلستش، ما استولتش، ما دخلتش في اعمال مخالفه في وزاره الثقافه وهيئتها كلها. طيب انت عاوز طبعا تعفي وزير الثقافه، مش بعفيه، ده هي دي الحقيقه، الحمله التي تشن عليه بسببكما انت وايمن عبد المنعم. أنا وعلى فكره انا كنت بشوف، يعني اسمح لي ان انا اقول لك ده، انا شخصيا كنت بشوف ايمن وبقول ان ده محمد فوضه اخر. انا لا املك قرار، لكن الاستاذ ايمن عبد المنعم يملك، وعنده مشروعات وعنده صندوق وعنده حاجات والكلام ده. مفيش ربط بين غادة عبد الرازق والمحافظ او انا، مفيش على الاطلاق. بس انت متابع الموضوع كويس اهو، يعني انت عشت الموضوع خلاص. ما هي كانت صديقه وكانت فنانه ولها حضورها وبتاع والكلام ده، وكان الموضوع مفيش اي حاجه على غادة عبد الرازق خالص. لا انا بقول لك يعني زي ما جه في التحقيقات، هو انا بقول لك حاجات ده كانت هي من التحقيقات، كانت شاهده على سبيل الاستدلال ومش متهمه. وشهدت بايه؟ ان هي راحت المكتب المحافظ وكانت لها طلب لابنتها، والموضوع انتهى على كده، ما واجهش اتهام في هذا الخصوص. نيجي بقى للحكم. حكمت عليك محكمه جنايات الجيزه بالحبس 5 سنوات، وقالت في حيثيات الحكم إن المتهم محمد فودة الذي لم يحصل على أي مؤهل عالي، ولم تكن له أي إمكانيات سابقة، ولم يرث أموالا، وإنما جمع أمواله من الكسب المشبوه، المخالف لكل دين وكل قانون، وساعده في ذلك بعض ضعاف النفوس. يعني حكم المحكمة قال إنه حتى أموالك كلها 3.5 مليون كلها من كسب مشبوه. هو انا عاوز اقول لحضرتك، لا طبعا لا تعليق على حكم محكمه الجنايات، ومع احترامنا وتقديرنا واجلالنا لقضاء مصر الشامخ، لكن هي في معركه قانونيه، معركه حسابيه. كسب غير المشروع ده مساله حسابيه. اولا حكم المحكمه له ان يخطئ او يصوب او يعني او يصح الحكم بتاعه. انا عندي حكم من محكمه النقد. اولا مش هتكلم في الحكم اللي ده اللي بعدين، انا هتكلم في ان انا كموظف اداري في الدوله اثبتت كل مصادر ثروتي بالجنيه. ما هو قالوا انت ما اثبتتش اهو. انا اثبت من هنا من الحقيقه وبالمستندات اللي هطلعها على حضرتك دلوقتي، اتحدى اي موظف في الجهاز الاداري للدوله ان يثبت مصادر ثروته بالجنيه كما اثبتها محمد فوت. يا استاذ محمد بس خليني نتكلم. انا اديني، طب خليني انوب عن الغيب واقول لك. هديلك المجال. حكم المحكمه ان هو قال الكلام اللي انت قلته. انت 3.5 مليون اثبتت منهم 217 الف جنيه فقط. هو المشكله دلوقتي القانونيه او المعركه القانونيه الدائره اللي هي في محكمه النقد دلوقتي، ان اولا انا اثبتت مصادر ثروتي كلها المشروعه في مجال الاعلانات. احنا طلبنا من السيد رئيس المحكمه ان احنا نشكل لجنه حسابيه عشان تتعرف على المبالغ المتحصله من عمل المشروع في مجال الاعلانات. المحكمه بس قالت ايه؟ بس المحكمة عشان تجيب على الكلام، قالت انه طلب من بعض اصدقائه شهادات يثبت من خلالها انه كان يعمل لديهم، وانه حصل منهم على مبالغ كبيره. يعني انت عايز تقول لهم 3.5 مليون، اسمح لي يا استاذ وائل، قيمتهم اهي ومصادرهم اهي. انا هفجر قنبله مع احترام في وش مين؟ قنبله، ما الناس مش فاهمه. طيب. انا قول لنا ايه هي قنبله. القنبله دلوقتي هشرحها ببساطه خالص. انا النهارده جيت في تحقيقات اداره الكسب غير المشروع، قلت والله ده انا ثروتي دي نتاج عملي المشروع في مجال الاعلانات. قدامي الحكم هو عنوان الحقيقه، والحكم بيقول دي معركه، انك أنا لم تثبت الا 217 الف جنيه، ودي معركه قانونيه وما زالت في القضاء، ودي معركه قانونيه وانا ما زلت. وكل اللي انت بتقوله ده تستيف من اصدقائك. ما انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ما احنا هنتكلم بقى بمصداقيه. هو التسديف ده هتطلع على البنك، على بنك مصر، وتطلع على حسابات
من 96 و97 و98 من لجنه مشكله من الكسب غير المشروع بتقول فيه ان الولد ده صرف الشيكات دي. انا هصرف ليه من جريده من حساب اسمه جريده؟ انا ما بصحبش يعني الحسابات دي مش من اشخاص. ده من جرايد. ده المحكمه طلبت من المشرع انه يعدل القانون لان مش ممكن الموظف الصغير ما طبقش عليه يعني اذا فسد. يعني هو هيعدل القانون عشان محمد فوده مش خاضع؟ ما هو عشان انا مش خاضع ليه؟ ما عشان اتهم في قضيه كسب غير مشروع. ده احكام محكمه النقض استقر قضاها على كده. ما يعني شافوك نموذج فج يا استاذ محمد. ما هو انا ما قلت نموذج فج. ما هو واحد عنده 22 23 سنه ما هو دلوقتي عنده هذه الثروه الضخمه. الكلام يا استاذ وائل يبقى على يعني الكلام كده مرسل ولا في دليل قاطع بيقول ان الراجل ده مش خاضع للقانون الا فتره توليه الصفه؟ او احنا يعني هنحكم القانون؟ المشرع قال كده وانا عندي معركة قانونية ومش هستسلم للحكم لان انا عارف واثق في قضاء مصر الشامخ ان هو مش هيخزني لان انا معايا الحقيقة وانا عندي لسه فترة تقاضي ومش هستسلم لان انا عندي معركة ما قانونية. تستسلمش. هم قالوا انك انت لم تثبت الا 217 الف. انا عندي من التلاتة ونص مليون. انا بس عاوز اوضح حاجة فما تستسلمش بصفة حضرتك زي ما انت بتقول. كلما ظهر قضية طرقت جديدة في وزارة الثقافة أو في غير في وزارة الثقافة بقيت أنا نموذج يحتذى به يعني في الفساد؟ طب ليه؟ ما حدش سأل ما حدش سأل إيه هو نوعية الفساد؟ هل ما هو الفساد؟ نوعية الفساد أنت اتكلمت عنه يا أستاذ. أنت طبقت النموذج اللي أنا قلت عليه الوصفة الذكية. أنت بحثت عن مسؤول أو وزير تلتصق به تكتسب ثقته تبتدي على الأقل تحيط نفسك بعلاقات مع عدد من المسؤولين. هو أنت لو أتحت لك الفرصة إن أنت تكون جنب مسؤول مش هتكون جنب مسؤول؟ يعني ايه هو اللي عمله لي وزير الثقافه عشان ابقى فاز او قدمه لي او انا التصقت بيه وخدت منه ايه؟ زوجتك طبعا اللي دخلت في هذه القضيه فيما يتعلق برد الاموال يعني ذهبت الى النيابه لانها يعني كانت مطالبه برد الاموال. زوجتي وقفت بجانبي حتى اخر لحظه لكن هي هول الصدمه وهول التهويل في 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 الجرايد وهي اتصدمت لان هي وقفت وهي بنت صغيره كانت عندها يعني حوالي 19 سنه 20 سنه وهي قاعده قدام المحاكم وقدام النيابه وتحقيقات واسئله وزيارات في السجن وابن صغير سنتين ونص قدامها والدنيا متكعبلة عليها والكلام ده. انا بشكرها لان هي فعلا وقفت جنبي بكل ما اوتت من قوه. طب ليه حصل الانفصال؟ والله هو هي هو دي كان رغبتها على فكره ان هي يعني ترتاح شويه وانا قلت لها يعني ما يعني انا بديك فرصه وان لو ربنا اراد ان شاء الله باذن الله يحصل رجوع ما يعني انا بتمنى من ربنا عشان خاطر ابننا ده ونكمل المسيره ونربي ابننا ده ونبدا حياه جديده وانا بتمنى ان انا ارجع لها تاني لان هي ست فاضله وقفت بجنبي وربت ابني خير تربيه وانا يعني انا بعتذر لها كمان لان انا سببت لها كتير في الام وفي مشاكل وفي وجع دماغ وده بيبص لها بشكل مش حلو والجيران بيقول لها بقيت خلاص بقيت سفاح يعني الناس فاسد بقى وخلاص والناس قالت عليها فاسد وزي ما حاج بتقول بقيت مخلصاتي وفاسد طب في ايه يا جدعان؟ هو انا ايه الفساد اللي انا بقوله؟ ما انا عاوز اعرف بس ما هو الحكايه ما هو الاوراق بتقول ايه؟ يعني ايه عنده وقعه هتحاكم عليها العمر كله؟ انا ما كنتش فاسد في وزاره الثقافه ولن اكون لان انا ما خليتش وظيفتي وحافظت على شرف المهنه اللي هو وكلها ليا في وزاره الثقافه، لكن اخطات في حق نفسي اما رحت ذهبت في قضية فساد في محافظة. ومن هنا نقول للناس كلها اوعوا تبقوا زي محمد فودة، اوعوا تطبق نموذج محمد فودة الوصفة الذكية للطموح والجموح اللي بيدخلك السجن يعني في الآخر. انا ضد دي لان انا مش عيب ان انا اخطأ، العيب ان الناس تتكتف عليا وما يصلحوش مني. انا عندي النية قدام ربنا سبحانه وتعالى ان انا ما اعملش خطا وما ادخلش في منطقه فساد تاني، انا بعترف بيها وده وانا هأني بهذا الكلام وهأوجه نداء الى كل الموظفين والى كل المواطنين، اوعوا تعملوا زي محمد فودة. محمد فودة كان عنده طموح وجموح اودى به الى السجن. الحقيقه انا بشوف في كل مؤسسه حكوميه في اكثر من محمد فودة وبستشعر احيانا من انه سيسقط من انهم جميعا سيسقطون في قضايا فساد، فاوعوا زي محمد فودة.